دشن وزير التربية والتعليم طارق العكبري بالكنترول المركزي للامتحانات بالعاصمة عدن عملية تصحيح امتحانات الشهادة العامة. وفي التدشين طاف وزير العكبري بأقسام كنترول الامتحانات مطلعا فيها على سير العمل في عملية التصحيح وما سبقها من عمليات فنية وإدارية، مستمعا من مدير كنترول عدن إلى آلية سير عملية التصحيح وما تواجهه من صعوبات وأشكاليات. ووجه وزير التربية جهات الاختصاص بتوفير جميع متطلبات كنترول عدن وفقا للإمكانيات المتاحة والعمل بما يسهم في التغلب على جميع الأشكاليات والعراقيل ونجاح عملية الامتحانات والتصحيح بصورة عامة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتركيز الجيد أثناء عملية التصحيح. هذا ويبلغ عدد الطلاب المنضويين تحت إطار الكنترول المركزي بعدن 36,200 طالب وطالبة من 5 محافظات. دشنا اليوم عملية تصحيح الاختبارات الثانوية العامة، الأجواء طيبة والحمد لله. أيضا الجهود التي يبذلها العاملون والأساتذة الكرام في الكنترول ولجان التصحيح طيبة والحمد لله، المبشرات والعمل يسير بشكل أفضل. اليوم تصحيح 5 محافظات تقريبا. أيضا قد تم تدشين في الأيام الماضية في كنترول حضرموت تصحيح، إن شاء الله بإذن الله يكون هذا العام أفضل، نسبة نجاح أكبر في 5 محافظات هذه، حوالي 37,000 طالب وطالبة، وإن شاء الله بإذن الله أبشركم أن النتائج طيبة. وأن أيضا نحن في وزارة التربية والتعليم وبقيادة مكتب وزارة التربية في عدن والمحافظات والمحافظات المجاورة يبذلون جهود كبيرة ومضاعفة لأن تسير العملية الاختبارات العامة والاختبارات الثانوية العامة بشكل أفضل من العوام القادمة.